بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو سأعيد إنتاجه مرة أخرى نظرا لأنه في بعض الأشياء كانت مش واضحة وتم تصويره خارج منطقة العمل، يعني تم تصويره في منطقة هيك فيها إزعاج. فرايح الآن إن شاء الله تعالى أصور الفيديو مرة أخرى وأعيد مونتاج الصوت اللي هو الموضوع تثبيت خدمات جوجل على هواتف الهواوي، إن شاء الله إنه ما نتأخر. بالبداية خدمات هواوي زي ما أنتم عارفين تم حرمان بعض أجهزة هواوي من خدمات جوجل، وبالتالي يعني راح أعطيك أبسط إن شاء الله تعالى وأسهل طريقة وتعمل تقريبا على جميع الأجهزة لتنزيل خدمات جوجل على هواتف الهواوي التي تم حرمانها من هذه الخدمات. بالبداية راح تدخل على رابط، راح أكتب لك الرابط أسفل الفيديو، وراح أكتب لك العنوان اللي راح تدخل عليه على أمامك، يعني بالصورة تكتب اسم العنوان راح تدخل عليه من خلال الهاتف أو من خلال الرابط اللي أسفل الفيديو. يعني إذا كان عندك كمبيوتر تدخل عن طريق الرابط أسفل الفيديو وتحمل البرنامج وتنقله على الجهاز، إذا ما كان في كمبيوتر تدخل على العنوان راح أعطيك إياه بالصورة، حيكون أمامك صورة فيها اسم موقع راح تدخل عليه وتحمل هذا البرنامج. البرنامج جي سبيس آيكون يتكون من 3 ملفات، طبعا بعد ما تحمله راح تفك الضغط عنه راح ينتج معنا 3 ملفات زي ما انت شايف امامك، راح يكون على الهاتف بهذا الشكل امامك. الان نبدأ عملية الشرح. بالبداية الجي سبيس برنامج قديم وفي منه عدة اصدارات، لا يهم الاصدار بقدر ما يهم انه يتم تطبيقه على الجهاز، يعني سواء كان 1.05 او 1.07 ان شاء الله تعالى العملية ناجحة على اكثر من جهاز، وتم تجربته على اكثر من موديل واكثر من جهاز وكانت العملية ناجحة. بالبداية راح ننصب البرنامج الاول تنصيب عادي، راح امشي معكم خطوة بخطوة حتى تكون الامور اكثر وضوحا من الفيديو السابق. ساعيد رفعه على نفس القناة وساعيد رفعه على القناة الثانية حتى يكون موجود على القناتين. بالبداية زي ما حكينا راح ننصب البرنامج الاول، نعمله تثبيت على الجهاز. طبعا ممكن يكون التصوير كمان مش بزيادة زي ما حكيت، تم طبعا هنا تنطيب بدأ، هون تعطيه سماح للصلاحيات جميعها. راح يحمل هو ملحقات للبرنامج، ان شاء الله انه الفيديو يطلع يعني بالشكل هذا يكون اوضح باذن الله تعالى. انتظر يكمل 100% عشان تكون الامور اوضح. هذا البرنامج هو الأساسي، هو الذي يجب تنصيبه بشكل دقيق وسهل 100%. الآن نزلت عندي خدمات جوجل على الجهاز، هاي صفحة فيها عدة روابط. الآن راح أنصب البرنامج الثاني كالعادة، اللي هو شورت كت ميكر تثبيت عادي. هذا البرنامج الثاني أعطيه فتح، طبعا فتح أو تم ما يعني كثير بيأثر، هو عبارة عن برنامج داعم لتثبيت خدمات جوجل. الآن لاحظ البرنامج اللي بالوسط هو اللي راح أتصرف معه بشكل دقيق حتى أقدر أثبت جوجل بلاي مظبوط. راح أضغط عليه ضغطة طويلة ومن ثم على الـ3 شرطات اللي بالاسفل، 3 نقاط اللي بالاسفل شمال الجهاز. البرنامج اسمه بلاي جي سبيس شورت كت، هذا اللي راح يثبت لك ايقونة الجوجل بلاي. ثلاث نقاط حكينا، راح اعطيه يطلع معي الخيارات اللي امامك، راح اعطيه اخر خيار اللي هو فتح ضمن التطبيق.
ومن ثم غير ذلك، ومن ثم سأبحث عن البرنامج الثاني اللي نزلناه اللي هو الشورت كت، برنامج الشورت كت ميكر. راح الآن أضغط عليه وأعطيه مرة واحدة. الآن بظهر معي الصفحة، راح أعطيه إنشاء اختصار من الأسفل، يمكن تكون واضحة يمكن تكون مش ظاهر أمامك، لكن هذا الخيار اللي مطلوب منك تضغط عليه اللي هو إنشاء اختصار. إنشاء الاختصار، عشان تروح الأيقونة الجوجل بلاي على سطح المكتب تظهر معك بالشكل اللي أمامك. الآن هاي الثلاث برامج من خلالها تم تثبيت خدمات جوجل على هواتف الهواوي. راح أفتح الجوجل بلاي اللي ما بيعرف يتابع الخطوات. جوجل بلاي راح أعمل تسجيل دخول أو إنشاء حساب، جائز على الجهتين، يعني إما بتكون عامل حساب مسبق أو تعمل تسجيل دخول باسم الشخص اللي بدك تعمل له حساب. إذا كان متوفر عنده، لاحظ هون قبل ما نكمل، هون في ملحوظة، هنا الملحوظة إنه تم تحويل الجهاز، تم تحويل الجهاز إلى جهاز GSNAL0 اللي هو تحول إلى جهاز يقبل خدمات جوجل، يعني البرنامج حول الجهاز على نوعية أخرى عشان يكون متوافق مع حساب جوجل أو خدمات جوجل. الآن أقوم بإنشاء حساب أو تسجيل دخول لحساب معمول مسبقا. هاي توقع الأمور واضحة. الآن تم تثبيت الحساب، راح أتابع العملية وكأنه جهاز أندرويد عادي يعمل بنظام خدمات جوجل طبيعي جدا. راح أدخل على المتجر. الآن تم تثبيت التطبيق بنجاح، الآن جاهز الأمور، ما في أي إشعارات، ما في أي مشاكل، إن شاء الله تعالى من الأسفل راح نعطيه قبول. الحين بس نعمل عملية سريعة، نحمل تطبيق سريع عشان تكون الأمور أوضح وأسرع. هذا البرنامج ثبت على سطح المكتب والأمور إن شاء الله تعالى جاهزة. راح أنزل مثلا يوتيوب اللي هو الأكثر طلبا. نقدم بعض الشيء حتى يتم تنصيب اليوتيوب. نفتح اليوتيوب نشوف العملية ناجحة أو لا. نعمل فتح. إذن كما تشاهدون العملية تمت بنجاح والحمد لله، بدون أي مشاكل وبدون أي إشعارات. أتمنى أن يكون الفيديو هذا أوضح من السابق، راح أرفعه على القناة الأولى وعلى القناة الثانية حتى يكون يعني لك الخيار في المتابعة إذا أحببت القناة الأولى والقناة الثانية. أتمنى لكم التوفيق، أتمنى الموضوع يكون سهل، أتمنى الموضوع يكون واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.